السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله هنعمل مع بعض النهارده فيديو جديد جميل جدا، خاصة في الوقت اللي احنا فيه ده. كلنا عارفين ان الظروف بقت صعبة، وموضوع الشراء السمنة البلدي ده بقى حاجة صعبة شوية، وما بقتش كمان يعني اساسي، يعني انت ممكن تستغني عنها لان يعني غالية، بقت غالية جدا مبالغ فيها. يعني هو اكيد احنا داخلين على فصل الشتاء، والسمنه اكيد بتبقى كتير، السمنه البلدي بتبقى كتير وبترخص شويه، بس مش واكيد بتبقى جميله جدا على فكره في الشتاء بالذات، بس تقدري تقولي كده انه برده بتفضل برده غاليه. فالنهارده هنتحايل كده ونحاول نعمل السمنه البلدي في البيت ونشوف نتيجتها هتبقى ايه مع بعض. ده انا صراحه اول مره اعملها، ولو طلعت وحشه هقول لكم مش حلوه، ولو طلعت كويسه وقريبه من السمنه البلدي مثلا هقول لكم النسبه كام بالظبط، عشان حرام يعني ما يبقاش مثلا انا عملتها وطلعت مش قد كده وارجع اقول لكم ده جميله وحلوه واعملوها، عشان برضو لا لبن بقى رخيص ولا السمنه بقت رخيصه. انا هنا بستخدم سمنه كريستال، هي كريستال اصلا اقرب ما يكون للسمنه البلدي، يعني حتى لو انت بتعملي بيها الطبيخ بس من غير اي حاجه هتبقى ممتازه، لان هي زي ما قلت لك اقرب ما يكون للسمنه البلدي، حتى هتلاقيها فعلا نفس الترميله يعني قريبه منها جدا جدا جدا. فطبعا احنا بنحاول نعمل اصلا سمنه بلدي، فطبيعي جدا انت تجيبي احسن نوع، وزي ما قلت لك حتى لو استخدمتي بس كريستال برضه هتعجبك. الصفرة انا بفضلها عن البيضه، بحس ان الصفرة احسن من البيضه. تمام، هنعمل بقى ايه النهارده مع بعض؟ كل اللي انا محتاجاه هنجيب كيلو سمنه زي كده. بصي انا اقول لك على حاجه، جربي في كيلو، ليه بقى؟ لان انت عشان ما تبقيش خسرتي كل حاجه يعني. وبرده زي ما قلت لك، زي ما اتفقنا انا هقول لك هي النتيجه هتبقى ايه، بس انا ممكن اقول لك النتيجه ممتازه وجميله وعجباني وما تعجبكيش، فلما تيجي تجربيها هتجربي في كيلو بس، وده برضو كيلو لبن، يبقى كيلو سمنه اللي هي كريستال وكيلو لبن. تمام، ده كيلو ده كيلو، ده 2 كيلو ده 2 كيلو. تمام كده، هنفتح بقى السمنه وهنحطها في طبق. طبعا هو الموضوع لو كان في الصيف كان هيبقى احسن، ليه بقى؟ لان كل الحاجات هتبقى اصلا سايحه، فبالتالي هتبقى العمليه بالنسبه لي ايه، اسهل. بس الحمد لله هي لسه ما اتجمدتش قوي، لان النهارده مش ساقعه قوي يعني. تمام كده، بصي كده انا جبت طبق زي ده، والسمنه اهي ما تبقاش في الثلاجه ولا اي حاجه، وهدلق السمنه فيه. تمام، هدلق الكيلو كله، وبعدين احط اللبن واحط شويه ملح، ذره ملح بس، الملح انا مش هحطه دلوقتي، عادي كانك بتعملي سمنه بلدي يعني، او بتسيحي سمنه بلدي. بصي بقى انا هطلعها كلها عشان مش عايزه اطول الفيديو. انا كده بس فضيته اهو، دي السمنه، واحط عليها اللبن. اهم حاجه بقى اللبن زي ما انتم شايفين هو بالكيس اهو، بس يبقى دافي ما يبقاش ساقع. تمام، يبقى يعني مش دافي يعني، يعني مش خارج من التلاجة، درجة الحرارة بتاعته تبقى قريبة، تبقاش تبقى دافي يعني كده زي ما انتوا فاهميني. انا بقى ده هعمل ايه؟ طبعا مش ينفع بالمعلقة خالص، انا همسكه واضربه بالمضرب بتاع المضرب اليدوي ده، هقعد اضربه لحد كل الحاجات دي متختلط ببعضها. تمام اهو ماشي، هضربه بقى بالطريقه دي كلها كده لحد ما كل الحاجات تختلط ببعضها. انا مش عايزه اطول عليكم الفيديو، ان هي طبعا لسه هتاخد وقت كمان عبال ما كل الحاجات تختلط ببعضها، وبعدين هحطه على النار، فهعمل كده وهرجع لكم تاني. هي بقى كده دخلت في بعضها زي ما انتم شايفين، انا دخلتها كلها في بعضها، واحطها بقى على النار واسيحها واتعامل معاها كانها سمنه بلدي بالظبط. تمام، يعني توطي النار عليها خالص، يعني تبقى النار عليها شمعه عشان ما تتحرقش منك وتقولي ده باظت ومش حلوه، لا شمعه، عارفه يعني ايه شمعه؟ سيبيها بقى براحتها تقعد زي ما هي عايزه تقعد، وانا برده هوريك المراحل بتاعتها علشان ما تتخضيش لو حاجه حصلت لو كده، لا هوريك المراحل برده بتاعتها. تمام، خليكم بقى معايا، هحطها على النار. بصوا كده حبايبي شايفينها، شايفه الحاجات اللي على الوش دي، دي هتبقى المرطه بعد كده، فاهماني؟ فاوعي بقى تشيليها وترميها، لا ده بتبقى جميله قوي قوي قوي، يعني
كأكل يعني، انت بتشيليها بعد كده بتصفيها وبتتاكل عادي، تبقى حلوه قوي. طبعا المرته اكيد كلنا عارفينها يعني، شايفين السمنه تحت اهي، انا مولعه عليها شمعه وباكد على المعلومه دي، لان هي بتاخد وقت على الايه، بتاخد وقت على على البوتاجاز، فما ينفعش ان انت تعلي عليها النار هتتحرق منك. تمام، يلا بص كل شويه بقى كده هوريكم المراحل بتاعتها يعني. بصوا كده انا هحط لها شويه ملح اهو، بصي يعني دول ولا اي حاجه، هي بس كده. تمام، وهقلبها طبعا، وخلي ايدك في التقليب على طول، علشان ايه بقى؟ علشان اللي تحت ما يتحرقش. مش على طول يعني، انا هفضل طول ما انا واقفه اقلب فيها، لا ده مش ده المقصد ابدا يعني، كل شو فتره يعني، كل شويه كده خلي عينك عليها لحسن تتحرق منك. تمام، يا رب النتيجه تنفع يعني، انا بجد هتبقى حاجه كويسه لو نفعت وفعلا بقى فيها مثلا نسبه كبيره من السمنه البلدي، يعني حتى لو نسبه مثلا ايه 75%، وماله، ما احنا بنجيب الزبده اللي هي اللي اسمها فرن دي، يعني ابعد ما يكون عن السمنه، عن السمنه البلدي، واسمها زبده، فاهميني؟ فلو بقت كويسه يبقى تمام. وده شكلها بعد ما خلصت. طبعا انا هي خدت وقت على البوتاجاز حوالي 3 ساعات كده، ساعتين ونص حاجه كده يعني، الصراحه انا ما مسكتش الساعه يعني، بس هي خدت وقت. تمام، وبعدين انا زي ما انتم شايفين كده النتيجه بتاعتها فاتحه، مش غامقه خالص يعني، ما اتحرقتش ولا اي حاجه، وطلعت مرته والله جميله جدا جدا، وفاتحه برضو ما اتحرقتش. اهم حاجة بس تاخدي بالك منها وكل شوية تبقى يعني تشوفي من تحت المرطة بتاعتها اخبارها ايه، ولما تفصل منك خالص يعني، انت تفضلي سايباها لحد ما تفصل، مجرد ما فصلت هي كده تبقى تمام، وهي كده تبقى استوت. بصي انت هتلاحظي حتى ان هي مرملة، شايفين؟ مش عارفه بقى انتوا شايفينها او لا، بس هي مرمله خالص 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 بجد يعني. مثلا انا لو هديها تقييم زي ما قلت لكم هيبقى التقييم بتاعها مثلا 8 من 10. لا بجد فعلا فعلا عملت زي السمنه البلدي، قريبه منها جدا 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 فوق ما تتخيلي، طعم وريحه يعني، ريحتها وطعمها حاجه حلوه قوي قوي، واتمنى ان انتوا تجربوها بجد، مش هتندموا يعني. انا كنت خايفه احسن اندم الصراحه، كنت خايفه لاحسن تطلع افتكاسه زي اللي بيحصل على النت على طول، تعملي الحاجه وتطلع بعد كده ملهاش اي 30 لازمه، ومعرفش بحس انه برضو ان انت في غش كتير قوي قوي في موضوع اليوتيوب ده، فخلوا بالكم مش كل اللي تشوفوه تعملوه، لا خلي الاول يعدي على دماغك كده. وطبعا احنا كلنا ستات بيوت فعارفين ايه اللي بينفع وايه اللي ما بينفعش، تعدي كده الاول على دماغك وبعد كده تبقي تجربي اللي ينفع او اللي ما ينفعش. واتمنى ان هي تعجبكم، ومش هطول عليكم عشان الفيديو ما يطولش، واتمنى ان انتم تشتركوا في القناه وتعملوا لي لايك، اهم حاجه اللايك يا جماعه عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس ويشوفوه، دي حاجه يعني هتسعدوني بيها مبدئيا وهتساعدوني كمان. فاتمنى ان هو يعجبكم وتجربوها، لا هي فكره كويسه جدا جدا جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.